بس والله هشام انا الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله استو استقيموا واعتدلوا دراس سد الخلق الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا داود إنا جعلناك خليفة
في الأرض فاحكم بين الناس بالحق فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله. نتعلم يعني انا اخر شيء وصلت له في ايام الثانويه 8 اجزاء وصلت الى التوبه لكن ما اختبرتها. نقدر نحاول ان شاء الله. ما تبارك الله. يسعدك في صباحك. ما يسعدك. الله يبارك فيك. رائع. اداء غير رائع. ويكفي ان لو لم تتقدم الله لبعد 8 اجزاء.
الله ان شاء الله نثبتها باذن الله. انت بالسياره المساله تحت الاخوه الكبير ما كان يخرج الشيخ عبد الله ما شاء الله عليه. الشيخ محمد السياره راجعه ولا تراجع انت في بالك ما ادري انت يا جماعه الخير خلت الورقه طلع سماعه مايك سماعه انا كنت لوحدي راجع السماعه كان يصلي في المسجد يقول الحمد لله يقول يا رب بعد جدا من الاخر اخذت 4 ساعات راجع خفيف ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله يقول لذلك تجد من نادرا نادرا ما اخطا وانا صليت خلفه كثير ما اذكر من احد الا نادرا والله يا شيخ انا لفت نظري يعني لفت نظري ما شاء الله ان شاء الله اداء تجويد والهدوء في التحفيظ احنا قبل لا اخش المدرسه انا في التحفيظ تربينا كثير ما لهم علاقه بس ما لهم بالتجويد احنا كان عندنا مدرس كان يعلمنا التجويد ومخارج الحروف الحمد لله يا رب دعواتك يا شيخ اولادك ان شاء الله تزوجت باذن الله تكون اكيد اكيد عندك تلاوات والله في اللي في اللي طلعت القنوات كم مره يعني في ترى الا صليت يوم تراويح اذا وجدت ابشر في عندي تلاوه هذه تنزل على طول في اليوتيوب الان تنزل على طول الله يرضى عليك الله يجزاك الله